الله. كيف صحتك انت؟ الله يعافيك. من متى تصلح كراك؟ انا من يوم كانت امريكا صناديق. الله اكبر. ايوه يعني خبره. افا علي من دو هلا نشوف تبي تذوقه ان شاء الله. موجود في المطبخ انت اليوم؟ لا. وين؟ في غرفه النوم. راح اروح ارد الان. اي يعني ما لك بالمطبخ؟ لا مع الاسف كان ودي اني اشجع بس شايفك بالمطبخ. ادري اني في المطبخ. قل لي ايه في المطبخ؟ ليه؟ لاني جيت بسوي كرك وابي اقابل وجهك الطيب. الله يطيب ايامك. لا لا والله صحة النوم صحة الدنيا. شرف فلاح. كيف حالك؟ سلم. كيف شيخ؟ طيب؟ شيخ طيب. يا حي الله. الله يبقيك. تدري اني انا مجهز لك الكرك لاني ادري انك تبدا قبل النوم حق المطبخ؟ اي والله عينك. ها؟ والله يا ابو علي اني ما نمت الا اعلم كنت ضاري وانداري. مين معك ليش؟ ما نمت الا يمكن ساعة ونص. العيال والله نايمين لانتهم نايمين قبل انت مساكين. حاولت جثث اقومهم ونايمين والله ما قدرت. سحبتهم. عم يتعبوا بالليل يعني؟ عم يتعبوا بالليل ولا لا؟ كان في اجتماع مع ابو يارا لين توقع الساعه 8 الصباح. ل 8 الصبح؟ اي والله تقريبا. وشو طلعوا بالاجتماع؟ طال عمرك وش رايك يعني تبيني مثلا اذا ما صحوا احل المكان الاربعه يعني هنا اثنين وهنا اثنين اشتغل مره هنا وانقز اشتغل هناك. كفو. ما عندي والله مشكله. هم بعد فكره حلوه. ماكينه انت طبخ وش اليوم؟ ترى اخطبوط. ولا ماكينه ما شاء الله. مكسيكيه ولا ايطاليه؟ عنده سبعه اشد. طبخه مكسيكيه ولا ايطاليه؟ حاسه اللي يوقف النص ويطبخ. اي سبعه اشد يعني عادي قط يده هناك تشتغل من نفسه وهني تشتغل من نفسه. قوي ترى فلاح. يعني خلاص لك المكونات هلا بالنص؟ عندي. لا تجرب تكفى لا تجرب. لا ما انا بعلمك. شوف الله الله يا وجه الهول. اوف بيخوف. ما يخرع. ابدا ما يمديك. انا مستعد يا ابو علي اخذ دور الاربعه. لا انا قاعد صب كرك صب كرك. وحتى الضاري بيساعدني بعد. شر بسعد بتنافس انا الضاري. شر بسعد. خلاص. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احييكم اعزائي المشاهدين بفقره جديده من فقر الطبختين. وطبعا الشباب اليوم اللي معي فلاح وخلف. فلاح معه خلف وأسامة ونايف. وللأسف إلى الآن ما حد حضر غير فلاح. فأنا عادي أصير ضده. الله يعطيك العافية على الكرك. الله يعافيك. امدح لي الكرك. امدح لي. تشرف. امدح لي. ترى شهادتك هذه ممكن تعزز من الريالتي اليوم. بمدح لك يا ليش لا؟ بس يعني الله الكرك عجيب. بس اخذ 10 15 شفه بعدين. الله بس خلاص اكفاني كلامك هذا عجبني. لا شغل. لا والله الله يعطيك العافيه. ابو علي بيض الله وجهك. ايش قلت بالدرجات يعني وزملائي اذا ما جوا بي انا وبعنوني؟ كلم الاربيز صراحه. اذا انت ما حد حضر غيرك تستاهل 1200 نقطة. والله العظيم اللي يستاهل بس من بعد اللي نايمين يستاهلون. ما ابي ابي اللي نايم متى كان يستاهل؟ اخوي انا في الاسلام يستاهل. أكيد إدارة أنا في الإسلام مو بالنوم. إدارة طيب هم يستاهلون. إدارة عداد تسمعوني؟ ألو؟ لأن والله ما في أحد. ألو؟ الأربيز مو شغال. أعطوني واحد عطلان مشان ما أتواصل معه. صل على النبي. لا والله العظيم ما ناموا إلا قبل شوي. فوالله العظيم إنهم يستاهلون. الله بسمه يستاهلون. يستاهلون. أبو علي فلاح نام قبل شوي وحضر. يستاهل فلاح. صدقني في خاطر فلاح في خاطري. بس أنا صحيت طال عمرك لأن فيني إيش فيني أرق. فهذا اللي خلاني اصحى. راح اعطيك الطبخه الحاره تصلح لي اياها. ابى اصير ضده حتى لو ما بنقاط. لي الشرف انك تصير ضدي يا حبيبي. ما بنقاط ابى اصير ضده. ما يقصرون مع اخواننا. راح تصير ضده انت الان؟ اليوم استثنائي ترى في اجتماع وفي فكره جديده. يوم تاسيس. يلا راح نشرح على الطبخه الحاره. هنا الحاره. تذكر نقطه مهمه. تفضل. اني صبيت لك كرك وما جاب لك شيء. تعال هنا حاره هنا 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 هنا. بدينا بالاستعطاف يا بعدين مزبطك بعدين ان شاء الله. ضاري هنا والله لا تفضحني بالكرك انت شكلك. ترى صبيتها كرك. لا المشكله الكرك ثلاث ارباع حليب. لا طيب ما عليك. هو له شغل. لا طيب. لا قرأ حبيبي لا تروح من هناك. بس عده الكرك حقتك هذه ليش ما شلتها؟ حاضر بشربي. وين رحت فلاح؟ تعال. وين؟ تعال هنا الحال. تعال حبيبي. وش دراكم فيني نوم؟ ها؟ وش دراكم فيني نوم لسه فيني نوم؟ ولا بتصلح البارد انت؟ لا اللي لا تبي لا. اللي تبي لا ما في اللي تبي قرعه يا حبيبي. هذا وشو؟ والله اي قرعه مع مين قرعه؟ انا ويا قرعه. انت سوي لنا قرعه. راضي انت ليش اليوم بالمطبخ؟ انا مو مطبخ بس ابي العب. هذا وشو يا ابو علي؟ تلعب ضده وقت دورك. هذا وشو؟
هذا برجر يعني. برجر احس ما تسالني عن هذه هذا وش لا تذكر تخوض من المكسيك يعني هذا راس علي وليد البيح مو هيك بلبسوا مو هيك 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 رايح الصين انت نزلني شوف تصلح البارد اللي تبي ما في اللي تبي البارد والحار الحار طال عمرك راس الشجيع والبارد راس خلاص وينك صلح البارد وانا بصلح الحار يلا انت بنافس كنت لا انا بصير ضده يا ابو علي انت مالك بالمطبخ الا شيخ البارد عندك الاداره يخصموا علي اليوم 1200 نقطه 1200 يعني انت يعني انا ما يصير ها انا ما يصير ما يصير انت وش مو بالمطبخ ايش رايك ضاري يساعدني يا رب ابو علي انت سويت سوات اللي عندي فكر عندي عندي يقول انت بتروح ويانا روح جيب العلوك تعال اخر شيء روح جيب العوله ولا من حاجين عنا لا والله ابيك تروح تجيب خويانك وتجي اذا بتحبون والله عشان ما تروح عليهم النقاط تعابه ما صار مساعد يمين هلا والله ليش ما يساعدني ضاري ضدك يعني نصير اثنين ونقعد ساعد يا اخوي دقيقه ويصير انا وضاري ننوب ننوب يعني بالنيابه عن اخويا عن زملائنا واذا فزنا عليك نقسم نقاط بيننا انا وزملائي كلام سليم اذا فزنا عليك وانا متنازل انا اتحداك اتحداك ها سيي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 
زيدان هلا اللي بده يجي على المطبخ بياخذ النقاط، اللي ما اجى على المطبخ ما بيستحمل. هلا بس بدي اخويانا. طيب يلا تعال. ولا لا غطي غطي بلا شو تدري ان احنا فنانين. تدخل سريع، تدخل سريع، لانك تدري ان احنا شوي 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 بدك تسجل الطريقه. يلا سجل الطريقه، خلني اشرح. ايه يلا تعال تعال زين. تعال سجل. انا ما اعرف، انا ايدي كبيت الملح. الملح زايد الملح، ايدي مكسوره. سجل. ايدي خليني اشرح على الطبق البارد. تفضل. الطبق البارد عندي سلطه